السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم أخوات الكريمات؟ أتمنى من الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله تعالى. اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نحضر واحد الخبيزات، غادي نعمرهم إن شاء الله بشوية الخضرة. فإن شاء الله كيف ما كتشوفوا اليوم عندي أنا هذا البوك تشوي، هو من فصيلة الشيفلور، يعني اللي ما متوفرش عنده يعني هو الحل الوحيدة اللي زيد عندي هنا أنا في هاد الطابلة. اللي ما عندوش ممكن أنه يعوضه بالسبينتش أو لا الجزر او لا، مهم خبيزات عاديين. انا عندي هذا لانه هو اللي صبت عندي متوفر، فانا حليته وغسلته. كيف ما قلت هو من فصيله الشيفلور، وهو يعني صديبون الوقت اللي خديناه فيه، يعني في هذه الوقيته تيكون حلو، مي بعض الاحيان تيكون شويه حار المذاق ديالو، مي من الفوائد اللي فيه سبحان الله. فيعني هو الاصل ديالو تشاينيز، يعني من لاشين. و ان شاء الله تعالى غادي يكون هذا هو الخضره ديالي انا اللي غادي نسوطيها مع شويه البصله. عندي هنايا حبه البصله، عندي ثلاثه الفصوص تاع الثوم، وعندي القزبر، عندي شويه الملح وشويه البزار، عندي هنايا واحد 200 غرام تاع الكفته. بالنسبه لهذا الشيء ان شاء الله هو اللي غادي يكون يعني في الخبيزات، حتى غادي يطيب هذا الشيء ان شاء الله عاد باش غادي نضيفوا جوج حبات تاع الطماطم والخيار يعني والزيتون والإدامر ان شاء الله تعالى. غادي نعجن عجينه عاديه تاع الخبز فيها الخميره، غادي نسرحها ونقطع هذوك الخبيزات ونخليهم يخمروا، ونتلاقاو ان شاء الله باش نقادوا هاد الخضره ديالنا هذه ان شاء الله تعالى. بسم الله على بركه الله. غادي نقطع هاد الشيفلور ديالي او هاد النوع ديال الشيفلورات، انا غادي نقطعو بشكل طولي على هذا الشكل هذا، ونعاود نقطعو يعني مربعات صغار. غادي نكمل الحصه كامله اللي عندي يعني على هذا الشكل هذا باش تغيد بال ليا. وغادي نشلط ديك البصله نفس الشيء الطريقه اللي كنا نشلطو بها على هذا الشكل هذا، يعني البصله حتى هي غادي نبدا بها هي ان شاء الله اللي غادي نديرها في المقله. بسم الله عاديه ما كنشلطو ديالنا عاديه، فهي في الاخر كتدبل. فهكذا غنكمل الحصه كامله ندوزو ان شاء الله نشوف كيفاش غادي نحضروه. فان شاء الله تعالى غادي نبدا كيف ما كنشوفو. فانا عفوا ما ذكرتش الزيت، مي انا درت يعني واحد القطره تاع الزيت اللي غادي تذوب ليا فيها البصله وهاد البوك تشوي. غادي ندير شويه الملح، وغادي ندير شويه البزار، وغادي نخليهم على نار مهيله يعني حتى يتشحروا ويذوبوا ليا ان شاء الله، ونضيف لهم الكفته ان شاء الله. ان شاء الله تعالى الكفته ديالي غادي ندير لها شويه الملح، نفس الشيء شويه الملح وشويه الابزار. فغادي نخدمها مع هذا شويه ديال الملح والبزار، ونزيد ان شاء الله باش نضيفوها البصل ديالنا والشيفلور ديالنا. فغادي ندوز دابا باش غادي نضيفهم. هكذا يعني الكفته ديالنا خاصها تكون، يعني غادي
كنتظر عليها تنشف من الماء. غادي نحط منها الصوص تاع الثوم، نسمن عليها ما تنشف من الماء، كنعرف الكبسه تاعي تطلق منها. سمعت الصوت فالتبروري في طيح عندنا، الله الجوع عندنا عجيب. غادي ننتظر عليها انها تنشف ونطلق ان شاء الله. ان شاء الله تعالى سرحت العجينه هكا وغادي نقطعها على هذا الشكل وغادي نحطها ان شاء الله تخمر. فتابعوا معايا ان شاء الله نكملوا الفيديو. هاكا تجي على هذا الشكل، غادي نحطها على جنب انها تبرد ونبداو ان شاء الله باش نطيبوا الخبيزات ديالنا ونكملوا الوصفه. هادو هما الخبيزات ديالنا ان شاء الله بديت نطيب فيهم، فكنحاول ما امكن باش يعني الفيديو ما يجيش طويل، فغادي نطيبهم ان شاء الله ونتلاقاو. هادو المخبزاتنا كيطيبو، فكنبقى يعني انا واخدة هاد شوية الزيت هكا كندهنهم من الفوق باش يتحمرو ليا، غادي نقلبهم على هاد الشكل هذا وغادي نكمل ان شاء الله الطياب. كيفما كتشوفو فانا يعني الدقيق اللي عندي فيه النخالة، فغيجيو خبيزات انتيغرالي او المهم فيه النخالة. الخبيزات ديالي ان شاء الله من بعد ما طيبتهم كيجيو بحال هكا، هما تيجيو خاويين من الداخل كيف ما كنشوفوا، يعني كيكونوا ساهلين باش اننا كنحلوهم. غادي نشوفوا معايا دابا بالمقص، فقطعت داك القزبر اللي كان عندي نخلطه مع الكفته، وقطعت هاد الخيار ومطيشه والزيتون غنضيفهم كاملين على الكفته، فان شاء الله نكمل التخلاط ونعمروا ان شاء الله الخبيزات ديالنا. فان شاء الله على هذا الشكل هذا، يعني نشد واحد المقيس ولا موس يعني ونحلوهم، فكيكونوا خاويين من الداخل هكذا كاملين، يعني نحلوهم بالطول ولا بالعرض اللي بغينا، فتيكونوا خاويين من الداخل كما كنشوفوا، يعني ساهلين في التعمار. غادي نستمر انا في الحلال ما كنشوفوهم، يعني تيكونوا خاويين ساهلين نعمروهم. غادي نكمل التخلاط هذا كما كنشوفوا، غادي نضيف هذا الخيار وغادي نضيف حتى الطماطم. اللي بغى يضيف المايس ممكن انه يضيف المايس، فانا يا فكرت احسن اخر وحده هي ماشي مشكل. خلط بحال هكايا وغادي نضيف الزيتون لهذا الشكل هذا، يعني القياس اللي بان لكم لائق للعماره باش يكون واحد التوازن في العماره هكايا. نظن انني غنبدل العاشق، نجيب عاشق صغيره، وغادي نضيف هاد الطماطم. نتاكدوا من انه الكفته تكون بردات سينو غادي تدبل لينا الطماطم على هاد الشكل هذا، وغادي نكمل التخلاط ونبداو ان شاء الله نعمروا خبيزاتنا. غادي نبدا بسم الله، على قد انها تعمر لينا الخبيزه لهذا الشكل، وغادي نزين الفرماج على هذا الشكل هذا، نحطوا الخبيزات ديالنا بسم الله.
بهذا الشكل هذا، وغنستمر في التعمار عمر الخبيزات، ونكمل التعمار ان شاء الله ونتلاقاو ان شاء الله. اخواتي هادو هما المخيمرات ديالنا اولا الخبيزات ديالنا، كيجيو على هذا الشكل. المذاق ديالهم رائع بدون منازع يعني، وصحيين. مره نديرو لوليداتنا شي حاجه بحال هكايا، فيعني العجين ما طلبتش شي حاجه اللي كثيره، فهي غير عجينه الخبز. فانا يلا طيبت الخبزه ديالي، ويعني ومقادير يعني حبه ديال الطماطم وحبه ديال الخيار مع شويه يعني الكفته، يعني ماشي شي متطلبات كثيره بزاف باش غادي نخرجوا يعني واحد الاكله طيبه. فبالصحه والراحه واخواتي، يعني اللي ما عندهمش الوقت يعني غير يحتاسبوا. فيعني حتى انا صراحه ما كنديرش هاد الوصفات ديما، غير اليوم حكاش انا كنت جالسه في الدار، فيعني نحتاسبوا ونجدوا النيه مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو المضمون. ونتلاقى ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.